على النوبة دي من 2000 وكان بيتقاتل وأنت نوف وسوى وكل شيء، هل نهو نهو النازل ما نهو؟ فيا أخي استوعب الحاجة دي، ما الكلام ده ما يا ابن الحلال الله يهدينا ويهديك، الكلام ده ما بيحصل. وأنا ما عارف زول دار يعيش في أجواء حرب ودار له دولة ومدنية وديمقراطية وبنحلم بيها وحرية سلام وعدالة، أنت عيان أول حاجة ما عندك حاجة تانية، أنت الكلام ده بتونس بنفسك ولا شنو؟ حرية سلام وعدالة ودولة تصعد جميع ونحن كلنا مع بعض، أنت كلنا مع بعض وسايق لك خطاب حرب؟ هس الناس زي يا جماعة القاعدين في الحكومة والحركات اللي موجودة الآن، حياة قال حياة عبد حياة الملك دي كوزا والكلام ده ما فيه اثنين ثلاثة، هو الكلام ده تكلمنا عنه كلنا، كوزا ما في زول بيقدر يقول فيها تلت الثلاثة كم، والكلام اللي بتقوله البني آدم دي الكلام ده شوفوا أي عنصرية بتنتج عنصرية مضادة، وما حياة بس برا في كمية ناس طلعوا، في كمية ناس طلعوا، والناس اللي بيجهزوا في عتادهم ومجهزوا في حاجاتهم، ومن حق أي زول من حق أي زول يقدر إذا جات دار يتضرر بيقدر يخد سلاحه بالجنبه، وفي الشارك بيخد سلاحه بالجنبه، في أي زول بيجهز عتاده أي زول بيقدر يحمي نفسه، يعني ما تفتكر أنت جاي تمر كده هم كلهم بسيطين قدروا شنو، الكلام ده ما صحيح، والحاجات اللي أنت بتسمعها والحروب ما كانت حل. فيا أخي الكلام اللي إحنا دارنا نوصله للناس على الحركات إنها تطلع وتتكلم عن هؤلاء الناس العيانين البرة اللي بيأججوا في الصراعات في البلد دي واللي بيقسموا في البلد دي، شريط نيلي ما عارف شنو، ما عارف أبناء شنو، ده غير الإساءات والألفاظ اللي قاعدين يقولوها والحاجات دي الشعب بيسقطها على أهل دارفور، بيقول إنه يا أخي كل دارفور بالفهم ده، ودي الحاجات رسخها النظام السابق ورسخت الأنظمة، النظام السابق ده 30 سنة كان بيرسخ عملاء حيجوا حيقتلوا، ده الناس كان أكلت معهم 10-60 سنة بعد لحظة بيقلبوا عليك، ده الناس ده الكلام ده كان بيقولوا الإنقاذ في 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 الإذاعات وفي التلفزيون المرئي وكل حاجة، رسخ الحاجات دي والشعب السوداني هؤلاء العيانين البرة السنباكة اللي قاعدين برا ديل، وأنا ما أقدر أجمع في ناس شرفاء يا أخي لكن جوزوا من السنباكة ديل، ها ديل هم سبب البلاوي الهس حاصل والانشطار في المجتمع ده والانقسام الحاد الهس في المجتمع الحاصل ده، وبيفتكروا انه بخطابه ده كده بعد يقفل التلفون ده بحيث انه سوبرمان وقدل عليه ويا افاتار ويا راكز وسوق ودج وكلام بالشكل ده. يا ناس البلد دي مليانة خلل ومليانة ازمات ومليانة مشاكل ومليانة جراحات، لو جينا نعالج لعشر سنة قدام ما بتتعالج، في ناس هناك لحد الان ضحايا بينتظروا حقوقهم، انتوا قاعد تكوركوا وانتوا دارين تغطوا الفشل ترموه في الناس وفي الاقاليم وتسيئوا للبشرية، اذا الناس دار تنفصل انت ما بتقدر تمنعهم، وإذا الشرك دار ينفصل أنت ما بتقدر تمنعه، وإذا هس جبال النوبة دي إذا الناس ما مشت لحلول سليمة برضو جبال النوبة دي حتنفصل، إذا الناس ما راعت للقضايا والمسائل بتاعتهم الأساسية برضو حينفصلوا، وكذلك دارفور والجنينة والناس الأصيلة داخل دارفور حتلقى نفسها مضطهدة، بذلك حتقوم حركات تانية وحيطالبوا بالانفصال وبيطالبوا بحقوقهم. فيا ناس ما تفتحوا لنا تنميط قبلي، التنميط القبلي ده بخلي الفور بيقول احنا ما ممثلين، التنميط القبلي اللي بتقوله ده المساليس بيطلعوا بيقول احنا ما عندنا تمثيل، التنميط القبلي ده بطلع البرقو بيقول احنا ما عندنا تمثيل، التنميط القبلي ده بخلي الهدندا ويقول احنا ما عندنا البجا انه احنا ما عندنا تمثيل عادل في السلطه، التنميط القبلي ده بطلع الناس اللي في الشماليه والفي الشرق واللي بيطلع الناس البطاحين حيقولوا ما عندنا تمثيل عادل في البلد دي، التنميط القبلي المريضة اللي انتوا سايقينه ده ودور القبيلة ده بيخلي ناس تاني قاعدين قريات على حمر، بيخلي ناس كردفان الهس ما سائلين في كردفان الضخمة بكل مواردها، ما في زول طلع يتكلم حتقلوا ناس كردفان كلهم يطلعوا بالتنميط القبلي دارين حقنا في الدولة، إذا كان الشغلة كلها بقت بقبيلتي وقبيلتك وحقي وحقك والزول بيسيفه بقوته وقبيلته وقادر يقلع حقه في شعوب هنا بالكمية موجودة، شعوب الفور والتنجر والشعوب بتاع المساليت والبرقو والتامة وكل الناس دي عندهم قبائل، الجزيرة دي مليانة قبائل كلها، ها الهبانية على كل الناس الموجودين على الكبابيش على الحمر كل الناس كلها دار تطلع بقبائلها، خليك من باقي الرزيقات وخليك من باقي القبائل التانية، يا ناس الناس أحسن تهدى، انتوا سايقين البلد لتنميط قبلي
وانت بقبيلتك بترفع زولك وبتصدر فوق، ونحن القبيله اللي هتحكم السودان في 1000 قبيله هتطلع لك تاني، وانتوا فتحتوا باب القبليه ده. الناس تهدى يا اخي، قدر الناس ما تقول تعالج الجراحات وتنضل قدام، يطلعوا لنا عيانين زي ديل يبصوا سموم، وبالتالي السموم دي ذاتها بتنزل على القاده، يعني اغلبها بيسمعوها القاده هم ذاتهم وسامعين الحاجات دي وبمرروها. وفي ناس بيكسبوا من وراء الخطابات العنصريه، كل ما يكون في خطابات عنصريه وكده وانا حاسس بالنقصان، الكلام ده بدي الاخر بديني انا، بمرر لي بديني الكلام ده، ما كله مفهوم. فرجاء خاص لاخواننا اللي انا بعرفهم كلهم، يجب ان تطلع خطابات عشان نقدر نوقف المد العنصري الحاصل ده. الاخير انا قلتها وبرجع بعيده، الحل اللي بيجمع البلد دي حلين، اللي هما انه ناس كلها تقعد في الارض وتضع دستور وتحمي الدستور، والمجرم يظل مجرم. اذا انت جيت برأت مجرم ففي ناس اخرين حيبرؤوا مجرم، واذا انت بتحتمي بقوة قبيلتك في ناس اخرين بيحتموا بقوة قبيلتهم عشان ما يجرموا زولهم. بعد ذاك فقدنا العدالة في ظل تكتل الناس داخل الدولة القبلية. الكلام ده لازم ينتهي يا ناس. الحل الواحد اللي بيجمعنا انه نقعد كسودانيين هنا ونرضى بالاخر. اذا الناس بتتهم انت وما انت وانت وما انت يا اخي، حتى الولد الكتالوفي الكتالو هسي اخيرا انا برضو بسمع، شايف شايف السم القاعد هسي في الميديا. الولد الكتالو هسي رحمة الله عليه، الطالب ده طالب بريء مسكين ما عنده اي ذنب، طعنوا بسكين كتالو الناس كلها وقفت معه. لما جابوا صورة القتلة الناس بتكلموا لك عن انه عشان هامش وما عشان هامش. يا اخي ليه انت متصور انه انت انت ليه حاسب الدنيا؟ انت مالك؟ ما انت سوداني. لا، عشان هو مثلا في حسابات فهمك انت من الهامش، اذا هو ما مجرم، لانه انتوا جبتوه كده ده شفتوا كده قتل ده من الهامش. لا لا، انتوا عنصريين، ده ما تجيبوه. يعني بنصل مرحله نقول ده عشان من منطقتنا ما تجيبوه ما تحكموا، حتى لو قاتل لا لا ده ما تحكموا. تضيع العداله في ظن الاسنيات، تضيع العداله في ظل التظلم، انه ده هامش. خشت مكالمه كويس، لقيت ناس بيقولوا لا لا، ولو ده كان شنو كان يتكلموا عنه. انا برجع تاني بقول حاجه بسيطه يا جماعه، استمعوا للحاجه البسيطه دي عشان الناس سايقاها في الميديا. الحاجات دي انا من ضمن الناس اللي فتحتها، قلت يا ناس عشان البلد دي تتلمى يفترض المات هناك والمات هنا، واللي تحرشوا بها هنا واللي اغتصبوه هناك، يفترض كلنا ننادي بالقضيه دي كقضيه واحده مع بعض. انا اللي قلت الحاجه دي، ننادي بها كلها كقضيه واحده مع بعض ونشيل القضيه دي في قالب واحد، انا قلت كده. لكن انا ما بجي بجبر زول بقول له انت تتكلم عنا، لو ما تكلمت عنا يا اخي ما يتكلم عنا. انت ما بتجبر زول انت تتكلم في قضاياك، ما في زول حيجي يقول لك ليه انت تكلمت في قضاياك اتكلم في قضايا. فده ما بدي الحق انه يا اخي انت ما بتتكلم عن زولي، انت ما بتجبر زول، لكن انت بتقدم عربون محبة، بتقدم عربون انه يا اخي احنا دارين نتلمى. بتعالج الحاجات دي واحدة واحدة، دي ما حاجات الناس بيرسوها من الانظمة من اختلال البلد، دي كلها مع بعض نعالجها مع بعض. لكن ما بجي بفرض على الاخر انه يتكلم عني ويتكلم عن الجرح هنا والجرح هنا. يا اخي لو ما تكلم عنك هتجي تجرم الشعب كله، واذا في واحد عمل جريمة الناس تشيله وترميه على كل الناس. يا اخي موسى هلال ده متجرمته الجناية وزول مجرم حرب وطلعته مجرم حرب. انا ما بجرم ابنائه ولا بجرم ابناء حميتي ولا بجرم ابناء اي زول، لانه ديل ما عندهم ذنب. فتعال هنا شوف الناس اللي بيجرموا الشعوب كلها، خم الشعب كله. اولا اذا كان انت عندك دين اصلا والله بتخاف الله، فالناس ديل حيكونوا خصومك يوم القيامه. اذا انت جيت قلت محمد ده انا قاتل، جيت جرمت ابنائي، ديل ذاتهم مجرمين وديل كلهم انتهازين وديل اولاد حرام وديل بتاع، واقسم بالله ديل خصومك يوم القيامه، وما بتقدر ما بتقدر على الحاجه دي. والكلام انه تصف الناس في اعراضهم وفي حاجاتهم، الحاجه دي بتشوفها في نفسك، بتشوفها في نفسك كويس. تتكلم في اعراض الناس بتشوفها اول حاجه في نفسك، والناس ديل كلهم خصومك يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي دي حاجه دينيه، خليك اذا انت كنت ذاك بتعرف لك دين ذاته يا اخي، حذر من انه الناس ما تتكلم بسيقه الجماعه. في ناس اجرموا، ايوه ديل اجرموا، كلهم مجرمين، كلهم اولاد حرام، كلهم بغايا استعمار، كلهم ما عارف، والله ديل خصومك يوم القيامه. ابقى راجل واستعد. وفي الدنيا هنا كلامك اللي بتقوله ده برا، لكن كان جيت لسانك بيتقطع، كان جيت جوا لسانك ده بيتقطع. فيا جماعه احسن البلد يمشي لقدام،
البلد دي في تواريخ موجودة الناس الهسية عنه نحن ونحن في تواريخ من 1919 1916 البلد دي فيها حاجات محفوظة موجودة لا انت بتغيرها ولا غيرك بغيرها والحروب ما بتبقى حل الكلام ده لازم تستوعب الحروب دي ما كانت حل وما بتبقى حل يجب انك انت تستوعب الكلام ده جيدا وتخط في راسك وتخط في راسك الفاخورة بتاعتك الفاضية دي الخطابات دي لازم تقيف لحد هنا انت بتقول في خطاباتك دي وجزء من السودان الان مصر نمطت حلايب كلها يا اخي مصرتها كلها ودتهم جنسيات والموضوع انتهى انت بتكورك بجاي واجزاء من الاطراف من السودان دي بتتمزق انت بتتكلم بجاي والشرك هناك الان بيستعد عنده استعداد ذاته حيقود حركات وحيقود سلاح في الشرك هناك وحيطالبوا بحقهم ولا انا ولا انت بنقدر نلزمهم انهم يكونوا جزء من السودان يا اخي استوعب الكلام ده يا جاهل لا انا ولا انت يا عيان اللي بتكورك في الميديا ها وبتقسم في الشعب السوداني اذا الشريك ده هسه قال داري يحقق مصيره لا انا ولا انت بنقدر نجبره انه يكون معانا ولا انا وانت بنقدر نخوض معاهم حرب بيحاربوا لانهم ما لقوا نفسهم حيحاربوا لانهم ما لقوا حقهم حيحاربوا لانهم ما لقوا نفسهم داخل الدوله الظالمه داخل الدوله كلها امراض وفشل وقبليه ما لقوا نفسهم حيقدروا يفصلوا نفسهم والا نسوق جيوش ونمشي نحاربهم نقول لهم ما تفصلوا نفسكم الكلام ده بيدق الحق اعلم الكلام ده ايها الجاهل اللي بتقسم في البلد دي يمين وحنعمل وحنعمل ما هتقدر تعمل حاجه والله ما بتقدر تعمل حاجه يا اخي اوعى يا اخي اوعى خطاب ده انا والله قلته بكل وجع حاولت قدر الامكان انه ما اطلع من النص خط الرحمن ده في قلبك البلد دي بتسع كل الناس ما تبقى مسبب من اقل حبة تعملها قبة وتعملها والناس ما دايريني ليه انت حاسس انه الناس ما دايرينك ليه انت ذاتك خدت الحاجات دي جواك يا اخي الناس دي ما قاعدة هسه كلها في الحكومة هذه كلها موجودة في الحكومة ورحابوا بهم وقاعدين جوا في الحكومة وبعدين يا جماعة في واحد يسمع عوض الله نواي يا جماعة اقسم بالله البني ادم ده انسان بقيط وفيه حقد ومفتن زي البني ادم ده انا ما شفته انا ما سمعت خطاب وقعدت اسمع الرجل ده الا جواه سموم ما عارف وان احنا وليه وما دايرين انا انت في شنو مالك حارق في شنو مالك ما دايرين انا وما عارف حنطلع والا بعد الخرطوم ده حتتكسر كلها والا اي زلك طالع حته يا جماعه انت كل فهمك الخرطوم وتلف في الخرطوم الخرطوم شنو يا اخي انا ما عارف الناس دي لما نسمع الخرطوم بحسهم بيتكلموا عن واشنطن ولا بيتكلموا عن نيويورك ولا بيتكلموا يا اخي خرطوم بتاع يا اخي عليك الله دي زباله دي يا اخي يا اخي دي مصارف ما فيها يا اخي دي منشأة مطابقه للمواصفات ما فيها الخرطوم يا جماعه خرطوم بتاع شنو يا ناس مالكم انتوا انا ما عارف يعني الخرطوم يا اخي خرطوم شنو ما هذه الغاده قاعدين جوا يا اخي قاعدين في مجلس السياده برتبه رئيس الناس دي الان في هم رؤساء للدوله الناس دي في الوزارات خرطوم يا خرطوم بتاع شنو يا ناس يا اخي ما في ناس هناك بيموتوا لحد الان يا اخي ما في عصابات موجوده في الخرطوم لحد الان يا ناس الجيوش بتكون خارج المدينه من هؤلاء الجيوش يا اخي عملوا في اجراء الترتيبات الامنيه يجعلوا جزء منهم في الشرطه خلاها تخش الخرطوم وتحمي الناس الحراميه بيسرقوا يا اخي لحد الان انا ما اعرف البلد كله عسكر وحراميه بيكسروا في البيوت وبيضعنوا وبيقتلوا يا جماعه والله لك الله يا سودان يا جماعة والله الواحد ما عارف يقول في شنو ولا يقول شنو المهم يا ناس الكلام كثير اللي أنا دار أقوله أنا برجع بقول أنا ما يهمني في الحاجات دي كلها إنه يظل البلد دي وحدها لكن بتجي مرحلة محمد السيد بالكلام اللي بقوله ده ما مدي وإذا الناس الآن متخفية تحت السياسة وخايفة إنها تفقد ده أنتوا أكتر ناس سبب البلاوي اللي موجودة هسي يا ناس أطلع أقوله كالمضحك التفاصيل الحاصلة دي براصمة وآثار على الشعب السوداني ده مدمرة لأبعد الحدود لأبعد مما يتخيل أي بني آدم الخطابات دي يجب إنها تقف ويجب إن الدول دي تخاطب السفارات اللي موجودة فيها هؤلاء المرضى النفسيين يجب إنها تخاطب النازل تاني ما في أي حل المجرم ده يا ناس نقف كلنا نقول ده زول مجرم إذا غطيته إنت ذاتك مجرم زيه إذا غطيته إنت دار لك حاجة من وراء الحاجة دي مجرم غطيته قلت ده ما مجرم انت مجرم زيه اذا جيت قلت المستخدم ذاته مجرم انا اذا جيت قلت لقيت لي طفل قلت لي واحد عمره 20 سنه ولا وبعدين حكايه انه ما متعلم انا دار اقول حاجه برضه ولك هذول ده يا اخي ما متعلم وما كده يا ناس
الكلام ده احصاءات، انا ما بقول كلام ساكت، اكثر من 80% من شمال من 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 شباب الشماليه بالضبط والجزيره ها تتراوح ما بين 80 ل 88 انه ما متعلمين. شرق السودان ووسط السودان والشماليه الهزه بيتكلموا بعد انه الناس ما متعلمين، اللي بيتعلموا ديل حكايه بتاعت 15% بس، واللي بيتعلموا الاغلبيه بنات.